اي شايفه هون هاي الزاويه كتير كتير زاويه بتعني لي كتير حلوه. أي. انا هاي الصور العيله اللي بتنحط بحيط على البيت بالبيت شيء رهيب بالنسبه لي. هاي الصوره كتير لفتت نظري بتجنن. هاي بعرسنا اي وهي بشهر العسل فوق. وين كنتوا بشهر العسل؟ بميكونوس. رومانسيه كانت. كتير كتير هون صور كتير بحبها. هاي عماد زوزو عماد زوزو وهون فوق بالكريسماس. هون اول مره زوزو بركب بسكليته بسوق لحاله. قديش كنت فرحانة بهاي اللحظة؟ كتير 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 انه سايق بسكليت لأول مرة. انعجقت وقررت ان احطها هاي كصورة اللي تضلها هيك. وقديش كأم هيك بتخاف على ابنها انه يضلوا دافي كل الوقت وما يبردش ولا نقطة؟ يا شوفي يا حبيبي انا شايفة يا مش مخليت له مجال يسقع. بهاي اللحظة لما هيك وقفتي علشان تقولي انه رح تقبل الزواج مش فاهمة انت قديش انا هون بكيت. بكيت يعني كل الوقت كل بالكليل يعني من اول والاخر وانا ابكي ابكي ابكي. سلخوري بالاخر بسالني انه بدك تتجوزي ولا لا؟ لحظه انت يوم تتجوزي يعني عن جد ولا حدا غاصبك؟ شو اللي كانت المشاعر اللي رافقتك بهاي اللحظه انك بكيتي لهالدرجه؟ يما عم بدمع. طلعي لحد هاي اللحظه ما كنتش عن جد مستوعبه انه انا خلص يعني انه راح اقول باي باي لاهلي وانقل على بيت جديد. ما هو مزبوط الانسان اللي بحبه واخذت القرار عن يعني سوبر اقتناع. بس هون زي ما تقولي هيك تيجي اللحظه. اجت اللحظه اللي فيها استوعبت انه خلص يعني خلص هون هاي مرحله جديده بحياتي وكثير تاثرت. كثير 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 يعني عندي صور كمان بغرف النوم، عندي صور وين بدك وين اجيني كمان زاويه. في مثلا من هيك زاويه جوائز واشياء هيك. طبعا تعالي فرجيني. هاي كمان واحدة من احلى الزوايا عندي بالبيت اللي بحبها كثير كثير هيك بفتخر واو موجودي. بتجنن حبيبتي. هاي انه اوكي فيها جوائز كثير بس يعني الجزء الاهم برايي هو شهادات التقدير لمشاريع اللي هي هيك انسانيه واجتماعيه اللي انا شاركت فيها. قديش عن جد مهم جدا ننسي اليوم الفنان يتكرم بحياته بمسيرته الفنيه ويحس هذا التقدير من الناس ومن الجمعيات اللي بيكون معها. طبعا. مش بس لانه للاسف في ناس اليوم بتقدر الفنان بس لما يموت. صح صح مزبوط. اهميه كثير كثير كبيره للموضوع لانه بتشجع الفنان يعطي اكثر واكثر واكثر وهيك يحس. ما باي شيء بتعمليه بحياتك لما بتلاقي تقدير بتتشجعي انك تقدمي اكثر واحسن وتعلي كل مره اكثر واكثر بالعطاء وبكل شيء بتقدمي. فطبعا هي جائزه الانجاز مزبوط من سياده الرئيس الفلسطيني محمود عباس. مزبوط. وانت اخذتي هاي الجائزه؟ اخذتها بال 2019. تكرمت وقتها رحنا عند السيد الرئيس محمود عباس. كرمني على اساس شاركت بعده اعمال. هذا الكاس على فكره اخذته بالمهرجان نفسه بتونس. المسابقه العربيه للموسيقى والغناء الدوره الاولى تونس هاي ب 30/4. كثير حلو. شو بتعني لك هاي الميداليه نانسي؟ بتعني لي كثير يعني بس اطلع عليها هيك بتذكر اللحظات لحظات النجاح اللي عشتها بتونس ولحظات اللي اصلا تم اختياري انا من بين كل الفنانين اللي يعني انا بقول اي فنان كانوا بيختاروه من عندنا بالبلاد عشان مستوى الفنانين جدا جدا عالي كان اكيد رح يربح يعني انا اكيد من هذا الموضوع بس انه اختاروني انا من بين الكل فهذا انجاز كثير كثير كبير لإلي. صحيح. وين ما بتروحي بتحطي بصمتك الخاصه. بدي اشكرك كثير على هذا اللقاء الجميل. انا بدي اشكرك واهلا وسهلا فيكي يعني كثير انبسطت بالحوار. انا اكثر ومعزومه دائما يعني كل شيء عزومه البيت بيتك حبيبتي. نانسي شكرا صرتي تعرفي العنوان حبيبتي. نانسي شكرا حبيبتي.